ورجعنا لكم تاني يا احلى ناس في العالم. والنهارده هنتكلم عن حاجات كتير حلوه جدا في حياتنا مرتبطه باغاني او اعمال فنيه زي الليله الكبيره والمسحراتي وما تفوتنيش انا وحدي، كلها مرتبطه بالموسيقار العظيم والعبقري الايقونه سيد مكاوي، اللي كتير مننا كانت طفولته او شبابه مرتبطين باعماله اللي لا يمكن ابدا ننساها حتى حقيقي لو مر عليها مليون سنه. عشان كده الحقيقه عمرو احنا النهارده منورنا في الفقره بتاعتنا يعني الكاتبه الجميله اميره سيد مكاوي ابنه الموسيقار الراحل طبعا سيد مكاوي. هنتكلم بقى معاها عن حاجات كتير. عايز اقول لكم قبل ما ندخل الفقره بجد انا كنت مستمتعه جدا جدا جدا، قعدنا نرغي وقعدنا نتكلم في حاجات كتير اكيد هننقلها لحضراتكم، لكن خليني في البدايه ارحب بيها. استاذه اميره اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. منورانا. ربنا يخليك. انا مش عارفه ابدا معاكي منين ولا منين ولا منين، من اي حته يعني انا كان في كلام كتير ويمكن حضرتك يعني حتى كنت بقول لك طب تحبي نتكلم في ده، ما كانش عندك مشكله خالص. لا. خلينا نتكلم في البدايه. يمكن انا كنت قبل ما ابدا مع استاذه قبل ما نبدا فقره كنت بتكلم مع استاذه اميره وبقول لها هو الله يرحمه الفنان سيد مكاوي كان كفيف من 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 هو صغير ولا لما كبر؟ قالت لي لا ما هو صغير. قولي لي بقى القصه، نبدا القصه بقى من زمان خالص من هو عنده 4 سنين. لا بصي، هو كان مولود في عيله فقيره. مش حتى عيله عاديه يعني. فقيره جدا كمان، فهو اصيب وهو طفل بحاجه في عينه، يعني هو احنا لحد النهارده مش عارفين هو حصل له ايه. اوكي. فلانه الحال كان فقير جدا فخدوه عند حلاق الصحه زي كل القصص القديمه زي اللي اتعملت في قنديل ام هاشم يعني كمان. فحلاق الصحه عالجه باشياء احنا برضو مش عارفينها ادت ان هو يفقد البصر وهو عنده 4 سنين. وكان من ضمن الحاجات اللي بيحطوها كان بيحطوا له شاي. فهو لما كبر وكان بيهزر في الحكايه دي يقول طب مش كان يصرفوا شويه فلوس ويحطوا قهوه بدل ما يحطوا شاي، يعني كان واخد الموضوع لايتلي قوي. الله يرحمه. طب كنت عايز اسالك على حاجه يعني بخصوص الموضوع ده، انا عرفت ان هو اللي علم حضرتك السواقه. ازاي بقى؟ طيب بص، هو كان شخص على عكس كثير من المكفوفين، يعني بصير. لما تتعامل مع مكفوفين كتير حتى لو هم بيتعاملوا في الحياه بشكل طبيعي وقادرين يتصرفوا كده، لكن عندهم ألم ما أو غصة ما إن هو مش شايف. أيوه. هو ما كانش بقى عنده الحكاية دي خالص. يعني لدرجة إن هو يكاد يكون يعني مبسوط إنه مش شايف. هو قدر يتجاوز الموضوع والتصالح معاه وبقى عايش مبسوط كمان. وتصالح معاه وتعامل معاه بسخرية كمان جدا. هو كان دمه خفيف كمان الله يرحمه. أوي. متخيل جدا. باين على المسرح على فكرة إن فيه روح حلوة جدا كده. فهو قرر ان هو يعمل كل الحاجات اللي كل الناس مش متوقعه انها تعملها. فكان بيسوق عجل وهو صغير. واو. كان بيلعب مع اصحابه وهو طفل استغمية. كان بيوصل ناس ويجيبهم زي فيلم الشيخ حسني كده. كانوا اخواته، رغم ان اخواته كانوا مبصرين، لكن هو اللي كان بيشتغل، هو اللي كان بيخلوه يقوم بالليل يقفل اللمبه بتاعه الجاز، يعني هو اللي كان بيعمل اشياء المبصرين كلها. فكانت من ضمن الحاجات انه بيعرف يسوق يعني بالاحساس. هو بالاحساس على فكره. صح. دايما انا اقول ان يعني هو في مثل كده بيتقال لك العمى عمى قلب مش عمى عين على فكره. مظبوط. دي حقيقه. مظبوط. هو كان عنده يعني ما اعرفش بقى هل هو كان متفرد في الحكايه دي ولا اللي بيفقدوا البصر بتبقى الحواس التانية عندهم اعلى. هو كمان كان عنده قدره يعني على معرفه حالتك النفسيه مثلا من صوت رجلك على الارض. يعني انه يقول لك دخلتك النهارده عليا مختلفه فانت مالك. صوت رجلك على الارض غير. او لما تيجي تهزري معايا يبقى عارف انه الضحكه دي مش هي بتاعتك. او صوت نفسك في حاجه يعني. كان يعني حساس جدا وبيوصل له يعني التفاصيل الصغيره من عندكم. جدا. طب جداً. انا عايز برضو يعني اسمع صراحه اغنيه، هنشغل اغنيه دلوقتي. أوكي. من الاغاني بتاعه الموسيقار الكبير سيد مكاوي. انا أوكي. بحبها جدا. ولما كان عمال يدندنها يا جماعه من شويه. ايوه كنت عمال بغنيها قبل ما ندخل حالا.